تشهد الخرطوم هذه الأيام فعاليات أسبوع الإخاء المصري السوداني الذي يأتي في إطار استعدادات الخرطوم لاستضافة اللجنة الوزارية العليا المشتركة خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك توطئة للانطلاق بعلاقة البلدين من مرحلة التكامل إلى مرحلة المشروعات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على شعبي وادي النيل. على أنقام الرقص الشرقي تحتفل القاهرة في الخرطوم بمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية التي تتخذ من الشباب معولا حقيقيا لبناء رؤية تعيد لشعبي وادي النيل دفة القيادة في المنطقة والإقليم. ولعل البداية جاءت أسبوعا من الإخاء والمحبة بين البلدين، واختارت هذه البداية مقرن النيلين كنقطة انطلاقة لهذه الروح الجديدة. اللي جاي احلى بكتير، ويعني حسينا بجد ان احنا في يعني في بلدي مصر، مش السودان بس، يعني مصر والسودان يعني اخوة، ونتمنى ان احنا نكون وحدة واحدة في ما بين الامم والشعوب العربية يعني، وربنا يدوم المحبة بيننا ان شاء الله. وحينما تتلقى الافكار غضة ندية في وعاء يجمع شتات مفاتها من تلاق، ربما بإمكانها إحداث الفرق في التخطيط لمستقبل يستند على التعاون والثقة المتبادلة لإنتاج واقع مختلف في العلاقات الدبلوماسية. الله حقيقة موانا إحنا جايين نشارك في هذا الأسبوع الإخاء السوداني المصري، طورنا نحكي جزء من الثقافة السودانية، نحن قاعدين نسميها إضاءات على الثقافة السودانية، لأن الشعب السوداني عنده ثقافة متنوعة ومتعددة اللغات ومتعددة الإيقاعات، فنحن دايرين برضو نعكس جزء للاخوان المصريين حتى يعرفوا هذا التنوع. عملنا ورشه بتاعت عمل، والورشه بتاعت عمل كانت فيها حاجات بتشبه بعض يعني من الاستعراض، يعني نحن اديناهم نموذج من الرقصه النوبيه لقبيله الحلفه، عندهم حاجه قريبه ليها، اديناهم ايقاع الكمبله في حاجه قريبه ليها، يعني ما في اختلاف كثير. النيل الذي يجري في دماء هؤلاء الشباب لعله يبعث برساله للجنة العليا المشتركة بين البلدين وشيكة الانعقاد خلال أكتوبر الجاري في الخرطوم، بأن ما يجمع القاهرة والخرطوم أكثر مما يفرقهما. صفا عبيد الله، الشروق، الخرطوم.